تولي الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها المعنية اهتماما كبيرا بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد أو تلك التي خرجت بطرق أخرى غير مشروعة. وفي هذا الإطار أنشئت الإدارة العامة للآثار المستردة في إبريل 2002 لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها وإعادتها إلى أرض الوطن بالطرق الممكنة كافة، سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء. ففي خطوة هامة لتعزيز جهود مصر في استعادة تراثها الحضاري، استعادت مصر رأس تمثال رمسيس الثاني، مما يعد إنجازا هاما لمصر، وتؤكد عزمها على استعادة جميع آثارها المنهوبة. وتجسد هذه الخطوة أيضا التزام مصر بحماية تراثها الحضاري للأجيال القادمة وتعزيز مكانتها كمركز رائد للحضارة والثقافة في العالم. ويعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حثيثة بذلتها وزارة السياحة والآثار والخارجية المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية في سويسرا لتتبع التمثال واستعادته بعد خروجه من مصر بطريقة غير شرعية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودا مكثفة لاستعادة واسترداد كنوزها الأثرية الفريدة والنادرة التي تم نهبها منذ عشرات السنين بعد استخراجها من باطن الأرض بالتنقيب عليها ثم تهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة. مليون قطعة أثرية مصرية نادرة خرجت من مصر بطرق متعددة، وحاليا يتم عرضها في أكبر المتاحف العالمية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من القطع التي تم نهبها وتهريبها من مصر خلسة. كما نجحت الدولة المصرية في استعادة ما يقرب من 30,000 قطعة أثرية تقريبا على مدار السنوات الست الماضية، وقد جاء ذلك في ظل الدور المهم الذي تلعبه وزارة السياحة والآثار في استعادة الآثار المهربة للخارج والمحافظة عليها، حيث إن جهود استرداد الآثار المصرية المهربة لن تتوقف، كما أن الدستور كفل 3 مواد لحماية وصيانة الآثار واستردادها للقطع المهربة إلى الخارج. وتواجه مصر صعوبة في استرداد حقها في الآثار المهربة، حيث تشترط الدول المهرب إليها القطع الأثرية المصرية ضرورة تقديم ما يثبت أن القطعة مسجلة في هيئة الآثار المصرية وتم تهريبها إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، رغم أن معظم القطع يتم التنقيب عليها واستخراجها من الأرض دون تسجيلها. صباح الخير المشاهدين الكرام، بنبدأ مع حضراتكم فقرة حوارية جديدة، وزي ما استمعنا في التقرير السابق هنتكلم عن جهود الدولة في استعادة الآثار المهربة للخارج بعد عودة رأس تمثال الملك رمسيس الثاني بالطبع من سويسرا، بعد جهود بذلتها الدولة المصرية والجهات المعنية ممثلة في وزارة السياحة والآثار وكذلك وزارة الخارجية والجهات المعنية بهذا الأمر لاستعادة هذه الرأس، وذلك يعني بعد يعني من شهر 7 تقريبا بتستمر هذه الجهود حتى عادت هذه الرأس إلى الدولة المصرية، بتعود تاريخها إلى 3400 سنة يعني في الحقيقة. وتم رصد رأس تمثال رمسيس الثاني في لندن خلال عرضها في أحد المعارض والمزادات عام 2013، وتم تعقبها حتى تم يعني عودتها إلى أرض الوطن. احنا بنتكلم تقريبا عن أكثر من 29,000 قطعة أثار مستردة من الخارج، ما زال هناك أيضا العديد من الأثار في الخارج وهناك جهود مستمرة من الدولة المصرية. هنتعرف مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري وأيضا المتخصص في علم المصريات. برحب بحضرتك يا دكتور. يعني برحب بحضرتك يا أستاذ محمد وكل السادة المشاهدين. طيب عايزين نتكلم الاول عن اهميه راس تمثال رمسيس الثاني. يعني خليني بس قبل ما نبدا الفقره الحواريه الجامده ديت والخبر الهام ده، اسمح لي طبعا اقدم التهنئه لكل الدوله المصريه، يمكن احتفالنا ب 25 اربعين، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، يعني يوم برضه لا يقل اهميه عن 6 اكتوبر، ما يقلش عن 10 من رمضان، جهود كثيره جدا أكيد. الفتره المصريه الدوله المصريه عملتها الفترات اللي فاتت في هذا الامر بالتحديد. يعني مبدئيا واحنا بنتكلم عن الاثار ده يمكن علم كبير جدا، الموضوع صعب جدا، بالذات بتبقى مع القطع الاثريه اللي خرجت بطريقه غير شرعيه، لان هناك قطع اثريه احنا ما نعرفش عنها حاجه بالفعل، عشان بس تبقى الناس واخده بالها، بتقول ان احنا عندنا قاعده بيانات كامله، في قاعده بيانات بنسبه كبيره موجوده، ولكن المشكله ان في قطع اثريه طلعت يعني بمعنى صح مخفيه،
ما نعرفش عنها حاجه، ممكن مثلا اللي بيشتريها يخفيها عنده في بيت، يخفيها عنده في فيلا، يخفيها عنده في مخزن، في اي مكان، بحيث ان هو ما يعرضهاش، ما حدش يشوفها. فبالتالي انت عشان تعرف القطع الاثريه طبعا بتتابع صالات المزادات العلنيه، زي مثلا صاله كريستي دي يمكن من اشهر الصالات اللي بيتم فيها عرض الاثار، وبيتباح فيها طبعا التحف والانتيكات على مستوى العالم. طيب احنا عندنا اداره اسمها الاداره العامه للاثار المسترده، دي موجوده طبعا تبع مكتب الوزير السيد الوزير، طبعا بتبقى في تبع وزاره السياحه والاثار. هذه الاداره بتعمل جاهده يعني ليل ونهار، ان هي النهارده بتتبع معظم الصالات اللي بيتم فيها عرض الاثار بشكل كبير جدا، وبتشوف بقى يعني مجرد ما بترصد اي قطعه اثريه بتبتدي تشوف القطعه الاثريه ديت هل خرجت امتى، كان توقيتها، تنتمي لانهي عصر، هل كانت مثلا خرجت من مخازن، هل مثلا كانت موجوده في المتحف وتم استبدالها. الكلام ده حصل كثير جدا، يعني عندنا تم استرجاع الكثير من الاثار، اكثر من 29,500 و300 قطعه اثريه الفتره بتاعت فتره 2013 لغايه هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. بنتكلم في رقم طبعا برضه هو كبير، بس في اكبر من كده موجود بره. طبعا تم استرداد يعني الكثير من القطع الاثريه من الولايات المتحده الامريكيه، سويسرا، عندنا الامارات، دوله الامارات الشقيقه برضه، عندنا كمان اورجواي، عندنا استراليا، عندنا سويسرا، عندنا فرنسا، كل دول العالم تقريبا، كل دول العالم يعني فيها اثار مصريه يعني. فالموضوع طبعا الجهود بتبقى صعبه، لان انت حضرتك عشان ترجع قطع اثريه هناك قبل صدور قانون 83 كان تجاره الاثار اصلا مباحه في مصر، يعني ممكن كنت تنزل خان الخليلي ده تشتري اثار عادي جدا، ومجرد ما بتشتريها بتطلع على المتحف المصري بتاخد حاجه اسمها صك ان انت خلاص اشتريتها، وبتبتدي بتطلعها بره جدا. بعد قانون الاثار 117 لسنه 83 تم منع تجاره الاثار. طب الناس كانت بتقول ايه الفرق مثلا لما البعثات الاثريه بتشتغل في مصر وبتاخد اثار ما تاخدش اثار؟ الفتره اللي هي في حاجه كان زمان اسمها حته المناصفه، يعني انا كبعثه اثريه اجنبيه بشتغل، بالتالي كنت بطلع ما امتلكه من قطع اثريه، الدوله المصريه بتاخد النصف والبعثه بتاخد النصف. اصبح هذا القانون او هذا الموضوع منتهي تماما، ما بقاش في حاجه اسمها مناصفه، انت كبعثه اثريه بتيجي تشتغل في الدوله المصريه على ارض مصريه، بالتالي كل ما بتقوم باستخراجه من باطن الارض فهو حق اصيل وملك للدوله المصريه، وبالتالي بيبقى الموضوع طبعا سهل جدا ساعتها على اعتبار ان هم بيبقى لهم حق النشر العلمي، والموضوع ده بيبقى هام جدا. طيب ايه المشكله مثلا على سبيل المثال زي حجر رشيد رسم فيرت مش عارفين نرجعها بسبب هذه الامور بالتحديد، ان طلع بطريقه عاديه جدا، وفي نفس الوقت انت عشان ترجعها انا بشوف ان الموضوع صعب جدا. طب النهارده عشان نرجع قطع اثريه، القطع الاثريه طبعا الاداره العامه للاثار المسترده بتعمل تتبع لهذه القطع الاثريه، وزي ما قلت بتستطيع بتحديد هذه القطعه انتمائها وماده الصنع، وهل وشوف بقى الارشيف بتاع الداتا بتاعت الوزاره المفروض كلها في المتاحف الاثريه بنسبه كبيره جدا، او المخازن المتحفيه او المخازن بشكل كبير، ومن خلال هذا الامر طبعا بنبتدي طبعا نخاطب السلطات المعنيه بقى، بيبقى معانا جهود وزاره الخارجيه ومعانا طبعا جهات سياديه طبعا، عشان طبعا نبتدي نشوف هنراسل، لان الموضوع بيطول، يعني القطع اللي احنا بنتكلم عليها ديت بس قطعه من ضمن القطع اللي هي مثلا من شهر 7 اللي فات، عشان شوفها لسه راجعه امتى حضرتك بعد 8 شهور ايه ده عشان بس ترجع. لكن هو اصلا كانت تتمعها يعني طبعا موضوع اجراءات. تمام، انت جاوبت على كل الاسئله تقريبا. لا خالص والله، ده لسه بنتكلم. ادينا فرصه بقى. طيب احنا لسه بنتكلم والله. طيب لو خلينا نتكلم عن راس تمثال الملك رمسيس الثاني تحديدا، يعني اهميه، احنا بنتكلم عن 3400 سنه تقريبا يعني بيعود تاريخ هذه القطعه الاثريه، وبالتالي اهميه هذا الاثر تحديدا. بص حضرتك، هي اصلا راس القطعه الاثريه ديت يعني جزء من تمثال. تمام. يعني مش راس فقط، يعني كانت جزء من تمثال ثلاثي كما اطلق عليه، وبالتالي هذه القطعه تم طبعا يعني كانت كسرها وتم تهريبها لخارج مصر. طيب اللي انت بتتكلم عن الملك رمسيس الثاني ده يمكن اعظم ملك حكم مصر، انا بعتبره كراجل اثري وبشتغل في وزاره السياحه والاثار، وده شرف ليا كمان ان انت النهارده بتقعد في برامج وبتتكلم وبتمثل الوزاره بشكل غير مباشر او بشكل غير رسمي، بس العلم نفسه ما يرضاش لحد. وبالتالي احنا بنتكلم عن الملك رمسيس الثاني ان يمكن ده اعظم ملك محارب حكم مصر، قعد 69 سنه ما يقرب من 69 عام، اكثر ملك له اثار في الدوله المصريه بالكامل. يعني انت ممكن تيجي تقول لي توت عنخ امون، اقول لك توت عنخ امون كمقبره، يعني اهميه توت عنخ امون جايه منين؟ من المقبره بتاعته بس اللي هيتم عرضها في المتحف المصري الكبير كامله. طب عندنا مثلا ملك زايد، ملك تحتمس الثالث، ده يمكن اكبر ملك او اكثر ملك عمل فتوحات على مستوى الدوله المصريه القديمه، لكن رمسيس الثاني راجل محارب، عمل اول اتفاقيه سلام لها الكثير من الاثار المتناثره في الدوله المصريه بالكامل، ممكن تلاقي في الجيزه، ممكن تلاقي في اسوان، ممكن تلاقي في الاقصر، ممكن تلاقي في المطريه، ممكن تلاقي في عين شمس، فالموضوع ده ممكن تلاقي في سلاله الحجر اللي هي تانيس. انت بتتكلم عن موضوع صعب جدا، ان الملك رمسيس بالذات اهميه اثاره ان هي متناثره في الدوله المصريه، وبتلاقي اثار ليه بره كتير، ولذلك تلاقي الملك كمان مصاحبه كمان الكثير من الشائعات ان هو فرعون الخروج، لا مش فرعون الخروج، طبعا هو مش فرعون الخروج يعني، ولكن الموضوع محير، انت بتتكلم عن الملك غير الملوك كلها،
فعشان كده انا دايما بشوف ان اثار الملك رمسيس الثاني مع احترام كافة الاثار المصريه يمكن من اهم الاثار اللي موجوده في الدوله المصريه، على اعتبار ان هو ملك ليه اثار كثيره جدا. وهتلاقي الغرب كله بيهتم بالملك رمسيس الثاني، اتعمل عليه كتب، اتعمل عليه مؤلفات، اتعمل عليه كميه اثار، حتى ناس اشتغلت عليها رهيبه جدا. يعني حتى كان من فترات مش بعيده كان في راس او شعيرات الملك رمسيس الثاني اللي تم اغزاء لما كان التمثال في فرنسا او الموميا في فرنسا بالتحديد، وتم كان بيتبحث في مزاد علني. كمان الملك الوحيد اللي تم عمل ليه باسبور وخرج بره مصر لفرنسا واندرب له يعني تحيه عسكريه لم تحدث لاي ملك من الحضاره المصريه القديمه. فانت بتتكلم عن اعظم ملك حكم الحضاره المصريه القديمه. تمام. طب هنتكلم عن احنا بنتكلم عن اكثر من 29,000 قطعه مستردة خلال الفتره الماضيه. طب هل في احصائيه معينه ايضا كمان بما هو متواجد ما زال متواجد في الخارج، وهل هناك ما زال تعقب لبعض الاثار اللي موجوده؟ هل في معلومات واضحه بشان هذه الامور ولا لسه برضه يعني حسب الترصد لهذه المزادات؟ هو حضرتك موضوع استرداد الاثار او عوده القطع الاثريه المهربه ديت، انت النهارده ما عندكش عدد معين عارفه هو كان بالظبط بره، انت دلوقتي ماشي على حته الايه اللي هي الترصد والتتبع. تمام. وبالتالي على هذا الاساس بتشتغل. طيب نيجي لجزء مهم جدا، معظم الاثار اللي تم تهريبها الفترات اللي فاتت كانت بسبب الانفلات الامني او مثلا ضعف النفوس، ودي مشكله بقى بتواجهها الدوله المصريه. بكل اسف في حاجه اسمها الثراء السريع، الناس دلوقتي بتبحث عنه بشكل جنوني، الناس عايزه تتغني يعني. طبعا زي ما شفنا الكلام ده الفترات اللي فاتت، فالناس بقت يعني انا مش عايز اقول ان انا بشوف قضايا اثار وناس مع الاسف بيتقبض عليها فعلا. ليه؟ لان بقول لك المغامره، انت النهارده لو بقول لك لو بحت قطعه اثريه واحده ده انا هعدي بقى خلاص حدود الفقر او مثلا هيبقى معايا فلوس كتيره، فده اللي عامل مشكله. فهي المغامره بتبقى صعبه جدا، لذلك اللي النهارده بيتقبض عليه بيهرب اثار ده ممكن يكون توصل للاعدام، ودي من الحاجات الهامه جدا. انت بترحب اللي قدامك، لان انت النهارده تراث صعب جدا ترجعه، يعني ما حدش في العالم بيهرب تراث. المشكله عندنا احنا كشعب يحتاج الوعي، وده مع الاسف الشديد تم اغفاله الفترات اللي هي مثلا على مدار 30 40 سنه ما كانش في وعي اثري نهائي خالص في لا في التربيه ولا التعليم، ولا طبعا وزاره الاثار او المجلس الاعلى للاثار وقتها اللي كان بيتبع وزاره الثقافه ما كانش يستطيع ان يقوم بهذا الدور لوحده، لان انت عندنا عندنا ادارات للوعي الاثري ولكن مش هتقدر تقوم بهذا الدور او تغطي الجمهوريه. لذلك لازم عشان تبتدي تحافظ على الاثار اللي موجوده، لان قطاع السياحه طبعا القطاع الهام جدا، يعني انت ممكن بسهوله جدا زي المعارض الخارجيه اللي بتطلع بسهوله جدا انك تعمل تجيب عمله، في نفس الوقت ده بيخدم على مثلا 3 4 5 مليون واحد شغال في هذا القطاع، وبالتالي انت عشان تشتغل على هذا الامر يبقى انت مش بتشتغل اثار بس، بتشتغل اثار وسياحه. زي النهارده بنشوف الترويج السياحي، التروج السياحي جزء من نجاح انك تجيب عمله. احنا يعني شايفين النهارده في اللي النهارده يروح المتحف المصري الكبير مع منطقه اثار الهرم، انا عايزك تشوف التطوير اللي موجود هناك. يبقى النهارده الدوله اتجاهها بنسبه كبيره جدا ان هي ترفع معدلات السائحين الوافدين اللي هي السياحه الثقافيه وليس السياحه الشاطئيه، لان مصر بقى لها طبعا فتره طويله جدا السياحه الشاطئيه عندها ممتازه جدا، متمثله بقى في شرم الشيخ والغردقه وعين السخنه ودهب ونويبع راس محمد افضل الاماكن، طابه، عندك الاماكن دي كلها اماكن سياحيه هامه جدا، لكن السياحه الثقافيه مش واخده حقها في مصر، لان طبيعه الساحل اللي بتجيلك بتبقى تركيزها على السياحه الشاطئيه. لذلك انت النهارده بتسعى ان يعني المتحف المصري لما هيتم ان شاء الله افتتاحه ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله يكون هذا العام بالتحديد، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل النهارده المتحف لوحده بيستهدف ان هو يجيب 5 مليون زائر في العام، وده رقم كبير جدا بالنسبه للمتحف، لان ده هيكون اكبر متحف على مستوى العالم من حيث اعداد القطع الاثريه، من حيث طريقه العرض المتحفي، من حيث مثلا طريقه الشو نفسه او البرو شو نفسه بتاع المتحف. بتتكلم عن متحف انت النهارده ما تخش المتحف في مصر بالتحرير ممكن تقعد يوم وما تخلصوش، يعني بتتكلم عن متحف مصر كبير حاجه ثانيه، هيبقى عندك كمان تلفريك ربط ربط منطقه اثار الاهرامات مع المتحف المصري، الموضوع كبير يعني. طيب. جهود الدوله بمعنى اصح. طيب. متجه لهذا الامر. المشاهد الكريم يفهم معنا برضه يا دكتور، يعني احنا بنتكلم عن القطع الاثريه اللي احنا بنتكلم عليها، يعني عشان ترجع بس بقى لنا 8 شهور ونتعقبها من 2013 يعني يعني كانت في بريطانيا الاول وبعد كده تنقلت لعده دول لغايه لما وصلت لسويسرا. هل في دول معينه معانا فيها اتفاقيات فسهل ان احنا نسترد من عندها لما القطعه دي توصل، ولا في بعض دي يعني ليه ما استردناهاش مثلا من 2013 من بريطانيا لما كانت في المعرض؟ هل في ضوابط في الحاجات دي او اجراءات معينه؟ طبعا في ضوابط. تمام. طبعا في ضوابط. انت عندك حاجه اسمها اتفاقيه دول كتير موقعه عليها. تمام. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه عشان تبقى الناس فاهمها هو ليه الموضوع صعب، لان انت يعني لما بشوف قطعه عصريه مثلا زي التلفزيون او الموبايل او كلام من ده عليا ان اثبت ملكيته. يعني ايه ملكيته؟ واحد يقول لك يا سيدي ده تمثال ملك رمسيس، يعني ده دوله مصريه خالصه، محدش يختلف على هذا الامر، لكن المشكله تبقى في حته فين سق الملكيه بتاعه. هي دي المشكله. طب فين الداتا بتاعته؟ يعني هل موثق ولا مش موثق؟ مجرد ما انت طلعت ان هو موثق عندك مثلا تم استخراجه سنه كذا من حفائر كذا او عن طريق العالم كذا والابعاد بتاعته كذا والماده المصنوعه منها كذا، كل هذه الامور بتفرق معاك. طب لو ما فيش الكلام ده كله هقول لك بس ده طالع قبل قانون 83. فهي دي المشكله الفيصل، هو الداتا اللي عندك او بمعنى صح سك الملكيه. تمام. مجرد ما اثبتت ان هو تم استخراجه من عندك بسك ملكيه وكان موضوع في المكان الفلاني، انا مش عايز اقول لك ان كان في بعثه بتشتغل في مصر هنا واتكشفت بعض الاثار
وبالصدفه البحته كانت بره مصر احد اعضاء هذه البعثه وشافت نفس التمثال. انا مش هقول المكان فين بالظبط, شافت نفس التمثال لدرجه الكلام ده كان في 2015 2016 يعني وقت تولي فتره الدكتور ممدوح الضماطي ووسير الاثار الاسبق. والست اتعجبت جدا, لقت قالت لك التمثال ده انا مخرجاه من المكان الفلاني, وهي اللي حددت. بدات تخاطب وزاره السياحه والاثار في تلك الفتره او وزاره الاثار في تلك الفتره. تمام. وبالفعل تم اكتشاف ان هذا التمثال فعلا تم استخراجه من مصر من هذا المكان الاثري ورجع تاني. فانت ممكن بكل اسف الناس اللي عندك هي اللي تكون بتطلع. وعلى فكره احنا كنا بنتكلم انا وحضرتك قبل ما ندخل على التمام, انا كنت هتطرق للموضوع ده فعلا اللي هي موضوع حساس التحول الرقمي, ويعني وجود البيانات دي ساهم في اكتشاف حاجات كتير ممكن بعض الحاجات اللي مش موجوده للاسف, زي ما القضيه المؤخره اللي احنا سمعناها. القضيه المؤخره اللي حضرتك كنا بنتكلم فيها انا وانت بره, بكل اسف القضيه من 2015. تمام. إيه طبعا في حاجه اسمها رقمنه, في تحول رقمي, في داتا, في ارشيف, في ارشيف معلومات. وبالتالي تمثال من البرونز للمعبوده ايسيس تم تهريبه بره من خارج الدوله. النهارده الدوله ما تتاخرش ان هي تحاكم الناس بقى اللي هي المسؤوله, يعني انا كشخص متورط كمسؤول الدوله ما تاخرتش, النهارده حولته لمحكمه جنايات عاجله. ليه؟ لان انت عندك في قانون الاثار او قانون حمايه الاثار ان الاثار لا تقدر بثمن ولا تخضع لاموال, هي دي المشكله. انت النهارده القطعه الاثريه ما تقدرش تحدد سعرها, هو مجرد بيبقى اجتهاد شخصي. يعني ايه اجتهاد شخصي؟ يعني زي نظام المضاربه, يعني واحد يقول 5 واحد يقول 10 كده, هي دي المشكله. لكن انت كقانون اثار او كدوله مصريه ما عندكش في القانون ان مثلا احدد سعر القطعه الاثريه. فاي واحد بكل اسف مش عارف الحاجه اللي معاه, واحد بيقول له مثلا حضرتك مثلا 10 مليون جنيه 20 مليون جنيه, فالراجل الناس بتتجنن. على فكره يمكن انا كان في موضوع بشتغل عليه الفترات اللي فاتت وطلب مني, لان مش اول مره اشتغل فيه, موضوع تنقيب عن الاثار. ناس بتقول لك يعني اقول لك هات يا باشا بنتك هتبيعها عشان تطلع اثار, جينا حرس على المقبره. يا جماعه يعني لازم الناس يبقى عندها عقل شويه, مفيش الكلام ده. لكن هو النصاب بيبقى عارف نقطه ضعفك, هو اللي يخليك انت تعمل بارادتك, غير الحرامي يطلع يشيلك ويمشي, انما نصاب لا. فبالتالي وانت بتتكلم عن الاثار الناس كلها بقى عندها هوس بالاثار. يعني في قضيه مثاره جدا في بني سويف, انا قرات عنها بالتحديد, وبكل اسف 346 قطعه اثريه من ضمنهم توابيت اتقبض عليهم. طب انت النهارده بتواجه العقوبه ممكن توصل ل 25 سنه, طب انت استفدت ايه؟ هو المشكله في السرايا, الناس بتجري ورا المال بشكل جنوني. عشان كده انا بقول لازم يبقى فيه تفعيل قوي جدا, لان النهارده بكل اسف لازم يبقى فيه محتوى هادف للتلفزيون. يعني انا شايف يعني التلفزيون المصري عامل شغل كويس جدا, لان ده التلفزيون الرسمي للدوله, لكن لازم يبقى فيه قنوات متخصصه بمعنى اوضح, او على اليوتيوب. الناس كلها النهارده بتستسهل اليوتيوب شويه, وممكن تفتحه من اي مكان, مش زي التلفزيون او الاذاعه برضه نفس الكلام. فبالتالي لازم يبقى فيه تفعيل. يعني شايفين مثلا بعض المحطات الاخباريه زي ناشونال جيوغرافيك بتطلع افلام وثائقيه وكومنتس هايله جدا, وبتجيب للدوله برضه فلوس كويسه. عشان كده انا بقول لازم يبقى فيه تفعيل للدور اللي موجود للتلفزيون او للاذاعه الفترات القادمه باي شكل. ولازم, معلش احنا بنتكلم في موضوع الوعي الاثري ده بقى لنا سنين على فكره, مش دلوقتي. تمام. ولكن بكل اسف انا مش شايف في دور مثلا وزاره التربيه والتعليم مع وزاره الاثار او وزاره السياحه والاثار. انا شايف ان في تقصير او في بعد كبير جدا, مجرد يعني بنقول مثلا حبر على ورق, لكن كان الدور التفعيلي ده مش موجود. فبالتالي ده الموضوع عامل ازمه. النهارده الواحد النهارده يعني الناس كلها بهدفها تقول لك انا عايز اجيب فلوس باي شكل. الاطفال الصغيره نفس القصه, الاب بياخد ابنه تعالى ندور يقول لك نبحت, يعني نبحت ده يعني نحفر, يعني بالذات في الصعيد يعني. فانا مع الاسف انا حزين جدا يعني لهذه الامور. يعني اكيد هيبقى في ضوابط وفي يعني اجراءات رادعه لهذه الامور, وبيبقى في طبعا الرقابه على هذا. يعني بالمناسبه قبل ما نختم, بس قبل ما نختم انا كنت بس عامل مشروع عن التخرج لاكاديميه الشروق, انا اتفق مع المصريين القدماء. انا بشكر الطلبه بجد اللي بتشتغل على الحضاره المصريه القديمه, وبجد بشكرهم كتير جدا, واقول لهم ان شاء الله يكون مشروع موفق, وربنا يقدم اللي فيه خير لهم بجد على المشروع الهائل. بكل التوفيق ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عامر, الخبير الاثري والمتخصص في علم المصريات. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا لحضرتك يا فندم. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهاية هذه الفقرة, لكن فقرات هذا الصباح مستمرة مع حضراتكم بعد موجز لأهم الأنباء مع الزميل أحمد أنور.